المغاربه اليوم بغيتكم المغاربه دخلوا هذه المساله لبالكم. حتى واحد فيكم ما يطلع يقول لي انا كنصنع 2000 طوموبيل في النهار. حتى واحد فيكم الخوت ما يطلع يقول لي انا كنصنع طيارات. نو حتى واحد فيكم المغاربه ما يطلع يقول لي انا كنصنعوا لي بيس دو روشانج في المغرب. حتى واحد ما يقول لي انا كنصدر الطوموبيلات للعالم كله. او من الناس جاو من وراكم يا المغاربه وتيصنعوا. قولوا لي يا خوت في الجزائر اش كتصنعوا؟ نصنعوا بحالكم الله يرضي عليكم. الله يرحم الوالدين. ها قولوا لي اش كتصنعوا؟ انا راه بغيت نطلب من الدوله ديالي تولي تصنع داك الشيء. علاش تعرض دونك كيصنعوا شي حاجه اللي ما كايناش؟ راه ماشي بوحدهم، كانوا هما وتونس وموريتانيا وكينيا. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا سيدي، مرحبا بك خويا، مرحبا. واش راك رضوان؟ الله يحفظك احبيبي، مرحبا بك خويا. الحمد لله اليوم حبيت تطلعني. مرحبا بك اخويا، انت الحمد لله اليوم حبيت تطلعني. لا لا لا، مرحبا اخويا، مرحبا. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك خويا. كيف حوالك؟ لاباس؟ الله يسهل عليك احبيبي، الله يسهل عليك خويا. اجمعين اخويا اجمعين. قول لي يا حبيبي، الرئيس الجزائري تبارك الله ما شاء الله اليوم مع الكبار في العالم. ما شاء الله وتبارك الله وربي يحفظهم من العين. امين. كدولة مصنعة، الله يرحم الوالدين، اش كتصنعوا؟ شنو الصناعة؟ نصنعوا. شوف، أولتها خويا نصنعوا لي تراكتور، داكور؟ وحدة. نصنعوا لي مواسونوز باتوز، زوج. نصنعوا فلاح. نصنعوا لي زيليكوبتر. نصنعوا لي فوا فيغي، الحديد تاع الرايه. نصنعوا لي فاغون تاع تراموي. لي فاغابون، لي فاغون، لي فاغون تاع تراموي. دو مترو اي دو تران. اها، مخدومين محليا. اييه. اللهم حاجاك تسمح لي. مرحبا مرحبا. زيد عندنا مصنع تاع الرجال. لا خليني من داكشي ديال الرجال، دابا كنهضروا على الصناعه. لي زيليكوبتر مزيان. انا اليوم شوف، انا اليوم عندنا شوف، اسمع مليح واش راح نقول لك. الرايه البيضاء. اسمع مليح. مرحبا. اسمع مليح واش راح نقول لك صاحبي. مرحبا. شوف، عندنا بتروشيمي. لا الصناعه، كنهضروا على الصناعه. الصناعه الله يخليك. وعلاه بتروشيمي واش راهي؟ ماي صناعه ما خرجوش منها لان. اش كتخدم؟ خرجوا منها لانجري المسكه. لي زونغري. داكور. لي زونغري وي. وتلمسك منها الغازوال، نخرجوا منها ديسونس. المسكه 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 الشوينغوم حتى هو. لا لا، شوينغوم ما نخدموهش، يلعبوا به الدرك. لا حتى هو تيخرج منه، من البترول. يخرج من البترول مي، بصح حنا ماناش لاتيين به هذاك. رانا نشوفوا حوايج واحد اخرين. اييه. نصنعوا سلاح مع الروس ولاشين. اتفق معك اخي، اتفق معك. On vient de signer un des plus grands contrats dans le monde, avec les Chinois, pour le lithium. Barakallah, barakallah. Le zinc. Le zinc. Katsan'u zinc. Andna fi Bjaya, la plus grande réserve ta le zinc. Hay bdaou yjebdou. Hay bdaou yjebdou. Au mois de septembre, la livraison clé en main de l'usine. الله يسهل عليك خويا، مبروك عليكم، مبروك عليكم احبيبي. جماعين ما حسبناكم اخويا. تحياتي تحياتي. وسمحوا لي سمحوا لي، غلط فيكم اخويا. كاينه حاجه وحده برك رضوان، كاينه حاجه وحده باقيه في قلبي حبيت نقولها لك. قول احبيبي. دول. رضوان رضوان، لو كان تلتاو شويه مشاكل تاع بلادكم ولقينا راسنا حنا اللي ما تنصنعوا والو، حنا اللي كنصنعوا مليون طوموبيل في العام، لقينا راسنا انتم احسن منا. حنا اللي كنصنعوا. شوف رضوان، انتوما تصنعوا المسكه وحسن منا اخويا. راه رضوان رضوان رضوان، طوموبيلات 2025 عاود اهضر معايا ان شاء الله. طلع حفظك خويا، تحياتي. السلام عليكم. المسامحه حبيبي، المسامحه. هاك مسامح دنيا واخره. الله يحفظك الله يحفظك. شي اخوتي المغاربه، كنت انا بعدا كنت غالط في النظام الجزائري، ما كانش كيسحابني غير تعرض. عرفتوا معاه من؟ واش عرفتوا معاه من المغاربه؟ واش عرفتوا الجزائر راه كتصنع قال لك لي زيليكوبتر؟
حنا غنمشيو تعال نتقداو لي زيليكوبتر، هما حدانا لي زيليكوبتر اخوتي. السيد راه ما جاوش وعرضوا عليه، واش عرفتوا شكون لي كروس تيت اللي كانوا معروضين؟ نعطيكم غير من افريقيا الكبار راكم عارفينهم، راه كان الرئيس كينيا وكان قيس سعيد، واش عرفتوا تونس اش كتصنع؟ وكان الرئيس موريتانيا، وهذو كلهم كنحترمهم بطبيعه الحال. انا راه تفاجئت والله الا تفاجئت، مخي حبس. الجزائر كتصنع هادشي كله وانا ما على باليش اخوتي. راه سمحوا لي اخوتي في الجزائر، انا كنطلب منكم المسامحه لان فريمون هادشي ما كدخت اليوم، انا دخت كان حتى الاردن ياك، ها كان حتى الاردن والامارات هذوك، ما هذوك عادي. السلام عليكم خويا رضوان، صحه واشيركم ان شاء الله. تحياتي حبيبي، تحياتي اخويا. نتبعوا البرامج نتاعك يا بصح، والله العظيم واش نقول لك، حنا ماذا بينا شمال افريقيا يا كاع نكونوا دوله وحده وعمله وحده وقوه وحده، نغلبوا حتى هادو اللي عرضونا. الله يحفظك حبيبي، قول لي اش كتصنع. هادي من عند خوك. شوف اخويا شوف، نصنعوا الادمغه اللي راهي في الاوروب، راهي مطلعه في النازا. ما كنهضرش على البشر، كنهضر على الصناعه. باغي الصناعه، عندنا الحديد هكذا نصنعوا به الهرايات نتاع التران، نصنعوا الفرقاعات نتاع البحريه نتاع العسكر، على بالك بلي عندنا فرقاعات اكثر منكم، واه الباطوات تاع الحرب، واه المفرطاقات هذه. ايوا والخبره نتاعنا هي اللي راحت للروس والصين، زيد خدمنا حنايا الثقب الاسود نص الاختراع نتاعها من الجزائر، وتهيكلت واه وتهكلت وتهيكلت في الروس والصين. يبين لك كيفاش الجزائر عندها اسطول بحري قوي في شمال افريقيا. وبارك الله فيك وصحة عيدك رضوان وكاع المغاربه وشمال افريقيا. والمسامحه حبيبي، المسامحه. شوف اخويا، حنا هذه ازمه وفايته، حنا عندنا خويا رضوان تاريخ من عهد الاسلام، شوف من اللي كانت الاندلس بيناتنا الدم والاخوه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه سياسات استعماريه جات من بيناتنا ومن بين المروك نتاع افريقا، واحد العام ولا واحد الجيل تروح ونولوا دم واحد وعمله واحده وقوه واحده ان شاء الله في شمال افريقيا. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيكم ومرحبا بك. صحيت تحياتي. احنا الخوت المغاربه اللي بغى يحرق الله يرحم الوالدين. اخر مره شي مغربي حرق، انا ما كنشجعش على الحريق، اخر مره شي مغربي حرق الاوروبا، اللي بغى يحرق يحرق الجزائر، دوله مصنعه، دوله اللي كتجلس مع الكبار، دوله اللي كتصنع كل شيء، وانت تشد الباطيره وتحرق لي الجهه الاخرى. لا ما تحرقوش لهنا، حرقوا لهنا، حيت الجزائر اليوم انا تاكدت انه دوله مصنعه. الله يرضي عليكم المغاربه، عارف هاد الهضره ديالي ما غتعجبش المغاربه، ولكن الغالب الله انا ما عندي ما ندير، غالب الله الناس تصنعوا. حنايا كان السلام عليكم حبيبي الزوين، الله ينورك، نهار كبير، نهار كبير. انا بغيت نعيط، بغيت نهضر معاك خويا على حاجه وحده تزاير عليا انا بالثقه، دوله ضاربه كيصنعوها الشريف. الناس راه كيصنعوها صاحبي، ولا كيصنعوا خصنا نحترمهم. انا بالثقه نحترمهم بيان سور، راه رئيس تبون فخامه رئيس، راه معروض مع الكبار مع الكبار، واه كبر كبر اخويا. باش كيصنعوا تيصنعوا الكوابس تاع الماء ديك في راسي. وفين نقول لك يا خاصك تخلص الحق تمشي عندنا 7 ايام اصاحبي، والله العادي خاصني نهود البلاد، خاصني دابا نهود البلاد انا درك مني. راه خاصني نقلب الفيستا من الناس تصنع، وانا كان الصباح وانا نطبخ دماغي وكاع الاوراق، كاع الاوراق طبعتيهم، كاع الكواغ طعجتيهم، وفي الاخر وفي الاخر صدقوا كيصنعوا. وشتي هذا نصدقتي كاع ديك القرايه ديالك، صدقت في الزيرو عمي، هو لي بالزير وضرب لي فخامه الرئيس الزيرو. خليهم اخويا صنع، الله يرحم لك المميمة ببركه، واشرك حبيبي، الله يكبر فيك، الله يرحم لك الوالدين. صلى في راسك، صباح على خير خويا، صباح على خير خويا، صباح على خير، صباح على خير. يبقاو المغاربه يطلعوا يقول لك انا انتم ما كتصنعوا حتى لعبه، لا تصنعون شيء يا مغاربه، الجزائر من تصنع، والدليل هو انهم اليوم كانوا مع المصنعين الكبار. ايوا قولوا لي اش تصنعوا انتم؟ الناس راه كيصنعوا كل شيء، نظركم علاش تعرض؟ اش كيصنعوا الجزائر؟
السلام عليكم. وعليكم السلام سي موريش. خويا العزيز تحياتي. لاباس عليك. مرحبا. والله يا خويا الا جاتني الغيره انا بعدا. اخويا حنا مجاورين مع المانيا وحنا ما سايقينش الاخبار. اه والله. والله العظيم الا زعما اش غادي نقول لك. اخويا غنعطيك ثلاثه الامثله هما شنو كيصنعوا. وثلاثه الامثله حنايا. اخويا هما تبارك الله كيصنعوا لي درون باش كيحسبوا بهم الاغنام. كيصنعوا اخويا عندهم المصانع نتاع تحليه المياه. عندهم عاوتاني مصانع ديال الحليب غبره ووصلوا وشوف التقدم فين وصل. وصلوا حتى البيض غبره. كاين ماشي بحالنا حنا اخويا. احنا عندنا الجفاف. اش غادي نقول لك اخويا حنا ما نوصلوا لهمش. هما مجهدين بزاف. وطلب المسامحه منهم. الله يرضي. الله يسمح لنا منهم ويسمحوا لنا بزاف. سمحوا لنا بزاف. يلا السلام عليكم. العواشر هذه اخويا. شكرا جزيلا. تحياتي اخويا. مغاربه شي واحد يطلع يعاود يقول لي احنا كنصنعوا شي حاجه نتوما ما كتصنعوا حتى لعبه. الجزائر كتصنع. الجزائر كانت مع السبعه الكبار. نتوما لا تصنعون شيئا. طوموبيلاتكم مليون ديال كولوهم. طياراتكم كولوهم. كاع داكشي اللي كتصنعوه في المغرب وكتصيفطوه للعالم ما واكلش امام ما تصنعه الدوله الجزائريه. امام ما تصنعه الدوله الجزائريه. الله يخليكم. انا كنت غلط. اعتذر من اخواني الجزائريين. كنعتذر منكم مسامحه. لالا ناديه خويا رضوان لبس عليك. تحياتي يا اختي. الله يحفظك. انا بعدا صافي قررت دابا في هاد اللحظه هادي غادي نجمع شطيطي وغنرجع اخويا نمشي وعلى الاقل بعدا دوك راه جيران نحرق عندهم مادام انني جالسه هنا في الهجره ومتغربين على خويا داك الدوله اللي حدانا كتصنع الاسلحه وتبارك الله ما شاء الله داكشي واصل صافي غدا انا غادي نمشي وكاع علاش بغيت هذايا بهاد اللهم جيراننا ياك حدانا حدانا هما مجاورينا خويا ولا لا ما يمكنش صافي انا قررت وحنا التقارير انا ديال تيكذبوا علينا تيقولوا لنا نتوما ثاني اكبر مصنع في افريقيا بعد جنوب افريقيا كاذبين علينا هنايا كيصنعوا كل شيء لا 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 ولا ليزيكو المروحيات هادشي والفرقاعات هادشي بزاف هادشي انا نقدر نقول لك واحد الحاجه فراسك انا لي زالجيريان فين كنعيش انا هنايا راه الاغلبيه ماشي النص تاع المدينه كلها دي زالجيريان كلها يعني انا غدا غادي نمشي نطلب من العمده ديال المدينه ونقول ليه دابا انت هاد لي زالجيريان اللي كاينين علاش هما قوه ضاربه عرفتي شناهي كيصنعوا اخويا الاسلحه وكيديروا لا اله الا الله انا صافي قررت غدا ما غندي كاع حوايجي علاش انا نجيب حوايجي علاش لا غنمشي اخويا نحرق في واحد الدوله اللي هي قوه ضاربه والله الا تخلعت هادشي اللي طلعوا الخوت الجزائريين اللي حكاو عليه والله الا بصح انا قسما بالله الا تخلعت صدقت يا رضوان ياك بيان سور ابيك يا تخلعتي راه الناس تصنع لي هليكوبتر وما غير حدانا وحنا كنمشيو نتقضاو من عند ميريكان ونديرو الطلب وسايل الاباتشي وكذا ويصادق ويصادق الكونغرس الامريكي وكذا وتقضاها من حداك ها هما تيصنعوا لي هليكوبتر اخويا راه ديالنا هذوك خوتنا نمشيو حنا نكومونديو من عند فرنسا لي فريغات ها هما حدانا في الجزائر تيصنعوا لي فريغات صافي قررت لا خديت القرار ديالي خويا تحياتي اختي تحياتي والمسامحه نطلبوا من خوتنا في الجزائر يسمحوا لنا كنا غالطين تحياتي راهم قوه ضاربه والدليل الاخوان هو اليوم كيف ما شفتوا فخامه الرئيس كيتصور مع الكبار بطبيعه الحال دونك هذا الشيء علاش قررت انه ندير لكم هذا اللايف هذا ونقول ونطلبوا المعذره من الاخوان ديالنا في الجزائر نتسالوا ايضا على شنو كتصنعوا الدوله الجزائريه على اعتبار انه شفنا فخامه الرئيس الجزائري اليوم كيتصور مع المصنعين الكبار السلام عليكم حبيبي سلام طلع لاباس هيا كملا اخويا مرحبا بك خويا عليك يبدو ان خرج الميدانيه تاع رئيس الجمهوريه في الخارج اغضبتك شخصيا وحاليا اسمعني حاليا راك مشلوش انك لا تصدق ماذا رايت بام عينيك
فخامة الرئيس بيانسير رئيس جمهورية عبد المجيد تبون كان مع كبار رؤساء العالم، وشفت لي فيديو مع بايدن مع شفت ماكرو اللي يدير الفيلم كاملين ماكرو ماكرو واش كيدير لك كينيا شوف مع رئيس كينيا ومع تونس كلشي شفتو انا كلشي ايه والسؤال المحير اين هو الملك تاعكم؟ احنا ما كنصنعوش، انا ما كنصنعوش حبيبي، احنا صدقنا ماشي دوله مصنعه. لا خاطي التصنيع هنا، خاطي التصنيع. لا اسمح لي خاطي ما تكذبش على الغاشي. شوف حبيبي هادو الدول المصنعه، احنا في المغرب لا نصنع ولا شيء. هادو اسمع هادو دعوه تاع كشغل عرضوهم ضيف شرف، هادو ضيف شرف الدول المصنعه، احنا لا نصنع شيء. هادي شو انا نهضر لك على الجزائر، دير حسابك باللي في 2000 صنعوا قول لي يا حبيبي راه بغينا نستافدوا منكم، واش كتصنعوا هذا هو؟ لا انا ماشي سؤال، انا دروك نتحداك دوزيام تيليفون ونديروا لي تيتر شان صنع وتشوف بعينيك. انا قول لي تيخ انتيقك. لا 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 ما هذوك مين نقول لك ونقول لك الغمه عليه هي خليك هكا قول لي اش كتصنع. وما قلت لي والو، دابا الاخوان قالوا لنا كتصنعوا الطيارات والبطوات والدرونات، قول لي انت اش كتصنع. الحمد لله الحمد لله، هذو اللي قالوا لك هذو الصح ماشي يكذبوا عليك زعما في الحقيقه. اش كتصنعوا؟ اش كتصنعوا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله، نصنعوا كلشي نصنعوا، حنا نصنعوا كلشي، اي اي ابار الصواريخ اللي نستوردوهم من امريكا من روسيا ومن المانيا ومن من الصين. هذا ما كتصنعوش. قولي لنا حبيبي افيدونا، احنا خوتكم موالفين كالدوله ديالكم ما كدير والو. لا انتم اعداؤنا، انتم اعداؤنا، كيف انا نقول لك شندير؟ انا عدوي انت. وانت راك معروض في العالم صاحبي، بغينا نعرفك شنو. لا 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 احنا ما نتباهاوش، احنا حدنا حد رواحنا، بصح اللي قدم نعطوه هذه باينه. اي عارف المسامحه سمحوا لينا، دابا قولوا لنا اش كتصنعوا. لا ما نقولكش خويا، قلت لك لا عندك هاتف ثاني نهضروا بالبرهان والدليل. الخوت غيقلبوا في الهاتف الثاني. ها قول لينا شكرا. لا ما نطيقش، تي عندك هاتف ثاني بصح ما تبغيش مين نطلع معك انا تلعبها ما عندكش. يا ودي ما غيقول انا ما عنديش تليفون ثاني وكان عندي. معليش انا انت كصحفي اسمعني اخ رضوان، محرز اسمعني اسمعني عليا ولا غتعطيني شي حاجه كتصدق. ديما نخرجش عليك انا، قلت لك انت كصحفي تعرف لي ستاتستيك تاع الجزائر، هذه تعرفهم. شنو كتصنع؟ ما نقول لكش انا كاين امثله بزاف يا حبيبي. اعطيني مثال، اعطيني مثال. مثال تعبان نقلع لك الحياه اللي فيك، غار جبيلات اللي انتم تقولون تسالوا فيه. هذا مكان ديالي، هذا ديالي. كشغل احنا نخرجوا الحديد، اسمع كشغل احنا نخرجوا الحديد من غار جبيلات والغبره توصل عندكم من هنا الجهه الشرقيه. ما كنهضروش يا حبيبي، دابا كنهضروا على دوله مصنعه. انتم هذا هو التصنيع، انا نصنعوا الحديد الخام، هذا حاليا نخرجوا الحديد الخام. مالك ديروا به؟ نبيعوه خويا، نبيعوه للدول العالميه. غبره كتبيعوه غبره ولا كتصنعوه؟ لا يخرج حديد، كونتيتي تاع حديد. داكور اوكي، من غير الحديد شنو كتصنعوا اخر؟ كيما نتوما عندكم الطراموي، تعرف الطراموي في مدينتين. دابا حنا ماشي مصنعه، دابا باش كترجع ليا المغرب، دابا كنعترفوا بكم اسيدي. انا كنعترف قدام 2500 البشر، الجزائر دوله مصنعه مع الكبار. هذه قولها وعاودها وما تحشيش لللايف اللي عندك، هذه قولها وعاودها ومعلومه صحيحه. نعطيك مثال ثاني، العربات الطراموي اللي في الجزائر كاين حوالي 8 ولايات بالطراموي، تصنع في عنابه، في ولايه عنابه نتحداك دابا تطلعها. اكيد 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 الدوله الاولى في افريقيا. عندكم الماركه الستوم تاع الطراموي؟ الستوم اكيد مصنوعه في ولايه عنابه. الستوم مزيان. لا ماشي الستوم. لا وانا الستوم، ما تقول لي لا شي الستوم، انا نقول لك الستوم. وين مخدومه الستوم؟ عندنا هي هذيك في عنابه. عندنا ياك زيد. ايوا ثاني شنو نصنعوا ثاني؟ ما نقول لك شنو نصنعوا. نصنعوا باغ اكزومبل لي بيس الكتريك. الواط لا ماشي الكتريك، الكتريك مازال انا نكذب عليك مازال. زيد لي فيكيل حد الان وانا ركبوا تركيب السيارات.
لا انا كنهضر على الصناعه، نتوما كتصنعوا دابا ما كتركبوش؟ لا لا في السيارات نركبوا في 2027 نبداو نصنعوا صناعه 100% جزائريه. حنا ما نكذبوش، حنا الواقع حنا نقولوه. واش كتصنعوا؟ زيدك ليا قول لي شنو اخر مثلا. بزاف. نزيد لك مثال ثاني. زيد لي شي واحد مثال. نعطيك مثال ثاني كيما السيما، انتاج جزائري 100% يروح لاوروبا امريكا، نصنعوا العجلات المطاطيه الامريكا واوروبا. البنوات عطيه لنا ربي ما نصنعوش. ها كتصنعوا البنوات؟ اكيد اكيد نصدروا لاوروبا امريكا. بايدن اللي اشتهى اليوم مع تبون عنده شركه امريكيه تدي هنايا لي بنو تاع لي فيكيل ولي بنو تاع لي كاميون ولي بيش. معلومات اكيدا. شكرا جزيلا حبيبي وتحياتي والمسامحه اخي اسمحوا لنا اخي محرز. عمي تبون صافي يحيى عمي تبون، انا نقولها لك ترى دولة مصنعة واش تمسطي ولا مالك. انا نقول لكم اليوم يحيى عمي تبون وتحيا الجزائر، انا نقولها الناس راه كيصنعوا، نتوما سمعتوا كلشي كيتصنع عندهم، وانا تنفكر نحرق الاوروبا. المغاربه اللي بغى يحرق ما تمشيش هوك، سيروا هوك. شكرا اختي ناديه. اللي بغى يحرق في المغاربه ما كنشجعكمش، ما تحرقوش اتجاه اوروبا، سيروا لعند الدولة المصنعة، الناس اللي كتصنع كل شيء. وحنا ما على بالناش كنا غالطين والله. إلا تصدمت هادشي كله كيصنعوا في الجزائر أنا ما في خباريش. أنا راه تصدمت. والمسامحة خوتي، مسامحة في الجزائر، سمحوا لي يا خوتي ما كنت غلط في حق الدولة الجزائرية. كيسحبني راه ما كتصنع والو، قرا قوة ضاربة الخوت. السلام عليكم وسويهم.